بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، واللي فيه إن شاء الله هنراجع على بعض أفكار منهج الصف الأول ومنهج الصف الثاني تمهيدا لدراسة منهج الصف الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى. والنهاردة معنا عنوان اسمه لماتياغ سكولاغ، بمعنى المواد الدراسية. كلمة لماتياغ بمعنى المواد، وكلمة سكولاغ بمعنى الدراسية. عندنا لو فرانسي، لانجلي، لستوار، لاشيمي، دي مواد اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، والتاريخ والكيمياء. وطبعا ألاحظ أن كلمة لستوار بتختصر إلى است، وهي كلمة مؤنثة، وبرضو كلمة لاشيمي كلمة مؤنثة. بعدها في العمود الثاني لا جيوغرافي اللي هي اختصارها جيو، ليديكاسيون فيزيك اي سبورتيف بمعنى التربية البدنية او التربية الرياضية، وطبعا دي لها رمز كده اي بي اس اللي هو التربية البدنية والرياضية. وطبعا لو لاحظت احنا بناخد من كل كلمة حرف، فكلمة ايديكاسيون اخدنا منها حرف الاي، وطبعا كتبناه بحرف كبير كموجسكيل. فيزيك خدنا منها حرف البي، سبورتيف خدنا منها حرف الاس. اذن كلمة اي بي اس اللي هي التربية الرياضية كلمة مفرد وليست جمع، وهي مفرد مؤنث. بعد لسيونس دو لا في اي دو لا تير، علوم الحياة والارض، اللي هي بنرمز لها بالرمز SVT، علوم الحياة والأرض. ونخلي بالنا الكلمة دي بتعامل جمع مؤنث، يعني بتاخد صفات مؤنثة وبتتعامل دايما كجمع وجمع مؤنث على طول. لماتيماتيكا اللي هي اختصارها لمات اللي هي بمعنى مادة الرياضيات. لما اجي اتكلم بقى في مقال او في جمل عن المواد الدراسية، بغض النظر عن انها مذكر او مؤنث او مختصر ازاي او بتكتب برمز ازاي، لما يكون المادة مختصرة زي كلمة تاريخ كده بنسماها اختصار، وزي برضو كلمة متى وزي كلمة جيو. لكن لما تكون الكلمة رمز كده ثلاث كلمات خدنا من كل كلمة حرف، فالرمز لازم يكتب بحروف كابيتال وبياخد اداة عادي. تعال بقى نشوف دلوقتي ازاي نتكلم عن المواد الدراسية في شكل جمل او مقالات. الشكل الاول ان انا اتكلم عن المواد الدراسية من حيث انا بحبها ولا بكرهها، فاقول باستخدام فعل ايمي اللي بمعنى يحب، وباستخدام فعل ادوري اللي بمعنى يعشق، وباستخدام فعل بريفيري اللي بمعنى يفضل، وباستخدام فعل ديتستي اللي بمعنى يكره، وكذلك فعل اتوديي اللي بمعنى يذاكر او يدرس. دي كلها افعال بنسميها احنا افعال الحب والكراهية او افعال الرغبات والميول. وهنا بنحط بقى اداة معرفة قدام المادة، فانت ممكن تقول مثلا كما في المثال الاول كده جيم لي مات الى دور لي اس في تي. طبعا جيم لي مات بقى انا بحب الرياضيات، إلى دور لإس في تي هو يعشق علوم الحياة والأرض. ده اسمه الشكل الأول للكلام عن المواد، باستخدام فعل يحب وباستخدام فعل يكره، يفضل، يعشق، أو يدرس ويذاكر. الشكل الثاني باستخدام فعل إتغ اللي بمعنى يكون، إتغ اللي بمعنى يكون. طبعا هنا بيكون بعد صفة، الصفة دي بمثابة تقدير كده، يعني مثلا être excellent ممتاز، فوغ قوي، فابل ضعيف، وهكذا بقى. ونحط للمادة حرف الأم، يعني مثلا هنا في المثال الأول je suis excellent أنا بكون ممتاز، أم مات il est faible en SVT وبيكون ضعيف في مادة علوم الحياة والأرض. إذن عندنا طريقتين للتعبير عن المواد الدراسية، تعبر عنها كحبك للمادة وعدم حبك لها، وده باستخدام فعل ايمي وادوري وكده، ودي بيجي بعدها اداة، او باستخدام فعل اتغ اللي بمعنى يكون، ودي بيجي بعدها تقدير
أو صفة من الصفات، والصفات طبعا بتكون مذكر أو مؤنث على حسب نوع الفاعل، الفاعل مذكر أو الفاعل مؤنث أو حسب ما يكون. ده كان الجزء الأول بتاع المواد الدراسية، ولأن ننتقل إلى جزئية جديدة. الجزئية الجديدة بتاعتنا هي لي فورنيتير سكولير، بمعنى الأدوات المدرسية. والأدوات المدرسية يا شباب، لي فورنيتير سكولير كلمة مؤنثة، لأن لو لاحظنا أصلا فعل مقطع تير اللي هو ده، والمقطع ده دايما في نهاية الكلمات بيعطي كلمة مؤنثة دايما. وكلمة سكولير اللي بمعنى صفة بمعنى مدرسية، يبقى إذا ده كله كده لفورنيتير سكولير بمعنى المواد الدراسية، عفوا الأدوات المدرسية. الأدوات المدرسية أنا جبت أهم الحاجات اللي فيها، زي مثلا كلمة أن ستيلو، أن كريو، أن كايي، أن ليفغ، و أن ساكادو، إن تغوس، إن غاجل، إن جوم. دي مجموعة أدوات مدرسية المشهورة، يعني سواء قلم جاف أو قلم رصاص أو كراسة أو كتاب أو حقيبة ظهر أو مقلمة أو مسطرة أو أستيكة. تمام كده. طيب أنا بستخدم المواد الأدوات المدرسية دي إزاي؟ طبعا بغض النظر بقى عن إنها مذكر ومؤنث، والصفات بتكون زيها برضو مذكر أو مؤنث، بنقول لك خلي بالك لما تيجي تستخدمها في جمل، فشغلي بيتركز في هذا النحو التالي. تحت عنوان التنسيون، لو احنا فتحنا مذكرتنا كده هنلاقي مكتوب التنسيون انتبه او خلي بالك. اول حاجة ممكن تعبر عن ملكيتك لهذه الاشياء، فاقول مثلا جي بمعنى انا عندي، ان كذا، ان كذا، دي كذا، دي كذا. واحد مثلا بقول انا عندي قلم، يبقى جي ان ستيلو. عندي كراسة، جي ان كايي. عندي مسطرة، جي ان ريجل، ريجل. عندي استيكة، جي ان جوم. وممكن يبقى عنده اتنين، عنده تلاتة، عنده اربعة. هنجمع الكلمة من دول، سواء دول او دول، ونحط قدامها العدد المناسب للمعنى اللي انت عاوزه. فمثلا لو واحد بيقول انا عندي مثلا قلمين، يبقى جي اللي هو فعل افوار مع الضمير جي، و دو ستيلو قلمين، ونحط طبعا حرف الاس لكلمة اقلام. ممكن برضو نتكلم عن محتويات المقلمة بتاعتنا، فنقول مثلا دو ماتغوس في مقلمتي اليا، اليا يعني يوجد. ونفس الكلام بنحط اداة، اداة نكرة مذكرة ومؤنث او جمع على حسب ما تحب، او عدد لو انت عاوز تذكر عدد والكلمة تكون بعده جمع. وممكن اتكلم عن محتوى شنطتي، اقول دون منسك، دون منسك في حقيبتي اليا يعني يوجد، ونفس الكلام. اذا الكلام عن الادوات المدرسيه بيتضمن فعل افواغ اللي بمعنى يملك، وبتتكلم عن ما يوجد في مقلمتك او ما يوجد في حقيبتك. وما ننساش ان كلمه فورنيتير سكولير بمعنى ادوات مدرسيه. هنروح دلوقتي المجموعة من التدريبات على هذه الجزئية، عبارة عن 10 تدريبات، ونحلهم مع بعض ونشوف كده أخبرهم إيه معانا. بعد ما أحفظ الكلمات أركز على هذه الجزئية كده. أول جزئية، أول تمرين بقول لي جيم موات جونفيي، أنا أحب شهر يناير. زي ما قلنا قبل كده إن الشهور كلها مذكرة، وبالتالي هناخد كلمة لو. اتنين بقول لي جو سويني نوات مارس، أنا مولود في شهر مارس. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الشهور بتسبق بحرف الجر اون، وبالتالي هيكون الاختيار اون. رقم 3 بقول لي عمر اني مولود يوم 10 مارس. قلنا قبل كده ان لما يكون الشهر مسبوق بيوم او مسبوق بعدد يعني التاريخ، بنسبقه بأداة المعرفة المذكر لو. رقم 4 4 بقول لي النقط موا سو امتي، وطبعا المفروض ما فيش اون، هو المفروض يقول على طول نقط موا امتي اي شهر تحب. بما ان الشهر مذكر، فممكن احنا ناخد كلمه اللي هو اي شهر تحب. وبرضو خلي بالك ان كلمه موا من الكلمات اللي فيها حرف الاس مفرد وجمع، ولذلك ممكن نقول مثلا كلمه امتي اي شهر تحب.
لو اخدناها على انها مفرد يبقى كل، لو اخدناها على انها جمع هتبقى كل الجمع. السؤال رقم 5 بيقول لي جيديت غوص نقط كلاغ، عندي مقلمات نقط كلاغ. كلاغ يعني فاتحة، اتفقنا قبل كده ان الالوان اذا جه بعدها كلمة فاتح او غامق او كحلي اللي هي كلمة كلاغ وفونسي وكلمة مارين، دي بيسموها درجات الالوان، فبالتالي بتبقى مفرد مذكر دايما، والاختيار هيكون فيغ اخضر فاتح. سي ستيلو، سي ستيلو سون، هذه الاقلام تكون، الاقلام طبعا جمع مذكر فبالتالي تنفع كلمة بلو، وكمان تنفع كلمة بلو فونسي ازرق غامق، لان زي ما قلت لك ان الالوان اذا تبعت بكلمة فاتح او غامق او كحلي بتبقى ثابتة، فدي تنفع كحل ودي تنفع كإجابة. السؤال رقم 7 او النقطة رقم 7، لي ساك سون تري، الشنط بتكون تري ايه؟ طبعا تري يعني جدا، الشنط جمع مذكر يبقى الاختيار هيكون كلمة نواغ. رقم 8 بيقول لي نقط كولير تبريفير، اي لون انت تفضل، اللون مفرد مؤنث وبالتالي هناخد كلمة كل، يبقى الإجابة على بعضها كيل كولير تبريفير، أي لون أنت تفضل. جي نيم با نوات كولير، أنا لا أحب الألوان. طب الألوان جمع، ما فيش غيرها جمع بقى، تبقى سي كولير، أنا لا أحب هذه الألوان. لا شيز سي نقط، الكرسي إنه نقط، هنقول طبعا إن كلمة لا شيز أي نعم هي مؤنثة، لكن وجود كلمة سي بيخلينا نختار الصفة المذكر، فهنقول سي بلون انه ابيض. التدريب اللي بعده بيقول لي طبعا ده عن المواد الدراسية اللي احنا لسه شارحينها اهوت، اول فكرة فيه بيقول جيم نقط مات احب الرياضيات، طبعا هنقول ان الرياضيات مادة جمع يبقى لي مات الرياضيات، تمام كده. النقطة الثانية، لحظة، أيوة النقطة الثانية بقول طبعا اخترنا الأولى ليمات. النقطة الثانية بقول جادور نقط جيو اللي هي الجغرافيا كلمة مؤنثة تبقى لا. النقطة الثالثة اي بي اس اللي هي مادة الألعاب، إماما تياغ بغيفي هي مادتي المفضلة، اتفقنا ان دي مش جمع انما هي مفرد مؤنث مبدوء بمتحرك تبقى الا ابوستروف. رقم 4 بقول لي جينيم با نقط اس في تي، انا لا احب مادة علوم الحياة والارض، يبقى هناخد لي جمع. رقم 5 سي ما غون، هتبع طبعا الاختيار كلمة ميغ انها جدتي. فواسي مي نقط، طبعا مي هنا جامعة تبقى فواسي مي باغون، انهم والدي. توت ما فامي نقط فرانسيز، كل اسرتي بتكون فرنسية، يبقى الاختيار هيكون كلمة ايه. ضم فامي نقط سات بيغسون، في اسرتي بيوجد 7 اشخاص يبقى اليا. نقط ماتيير تبريفير، نقط المواد انت تفضل، طبعا المواد جمع مؤنث يبقى الاختيار كلمة كل. عمر إفوغ، مفروض فوغ طبعا مذكر مفيش حرف الإفلاغ، عمر بيكون قوي نقط اس في تي، المواد الدراسية مع التقديرات وفعل اتغي مسبوق معاه فبتكون واخدة حرف الجر اون، بمعنى بيكون قوي في مادة علوم الحياة والأرض. وبكده نبقى احنا انتهينا من جزئية النهاردة، وإن شاء الله بيعقب هذه الجزئية جزئية شرح في القواعد، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع، وتابعونا في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.